اليوم كان اليوم الثاني لتواجد عدد كبير من اليوتيوبرز بقطر، واليوم الموعود لتصوير فيديو أسامة مروة اللي راح ينزل على قناته على يوتيوب قريبا، واللي وصفه بالعاصفة، وعلى أنه حيكون أقوى فيديو ينزل على قناته على يوتيوب، حيث من المفترض أنه كل من نارين وشيرين وغيث مروان ونور ستورز وأنس وأصالة وأحمد النشيط وبيكي وحسين بن محفوظ حيكونوا متواجدين بالفيديو، حيث حيكون أول فيديو يجمع كل من نور ستورز ونارين وأصالة وغيث من بعد الخلافات اللي كانت قبل فترة. ومن المحتمل أنه يكون ملعب البيت ستاد اللي يعد أكبر ملعب كرة قدم بقطر حيكون موقع تصوير فيديو أسامة، حيث انتهوا من التصوير قبل ساعات ومنعهم أسامة مروة من التصوير على السوشيال ميديا أثناء تصوير الفيديو. لا يبقى عنصر المفاجأة ويبقى سر بينهم لموعد نزول الفيديو قريبا جدا. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم جميع الأخبار أول بأول.